الحكومات تدار بقوانين. أنا أقول لك حكومة إقليم كردستان لا تؤمن بقانون الموازنة، ليس لديها قانون الموازنة. أنا شلون مثلا أحاسبه؟ مثلا حسابات الختامية شلون نحاسبه؟ الشفافية يعني يجب أن تكون هناك قوانين متبعة يعني في كل حكومات، يعني ليس هناك حكومة على هذه في 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 أنتم في كقوة معارضة الموازنة. حكومة إقليم كردستان أصلا طيب لا أنتم كقوة معارضة أستاذ هوشيار توصلكم ومن جهة أخرى توصلكم نسخ من تدقيقات شركة ديلويت، تصلكم نسخ تقاريرها توصلكم؟ لا يعني حتى يا أخي مو المشكلة، هناك تفاصيل يعني أنا ما أريد أن أذكرها لأن يعني ينراد لوقت كثير جدا. كاك شيرزاد يعرف تماما بأنه حقول النفط يعني مجموعة تحت يد حزب الديمقراطي الكردستاني ومجموعة تحت يد اتحاد الوطن الكردستاني، والمنافذ نفس الشيء، هناك منافذ رسمية وغير رسمية، يعني هناك تهريب على صعيد النفط وعلى صعيد المنافذ أيضا. يعني كلامي واضح وصريح جدا، يجب أن تكون هناك قوانين حتى نعرف أن واردات نشقت طيب. ومصروف نشقت أيضا طيب. هاي من جهة، ومن جهة أخرى يعني نحن إذا تحدثنا على ملف النفط بشكل عام يعني هناك أرقام، هناك أرقام منذ 2008 وبعد ذلك منذ 2013. يعني يا أخي يا عزيزي هناك اتفاق مع جارة تركيا لخمسين سنة بدون ما يمر هذا الاتفاق ببرلمان كردستان، على أي شفافية نحن نتحدث؟ اتفاقية على نفط إقليم كردستان، اتفاق على شنو أستاذ؟ خمسين سنة بدون ما يعرف اتفاق أي حزب على شنو مع تركيا أو حتى برلمان أو أي شخص ما هي تفاصيل هذا الاتفاق على بيع نفط إقليم كردستان إلى تركيا. كاد عدنان يعني حكومة إقليم كردستان وحزب الديمقراطي الكردستاني باشروا بوضع أنبوب بين إقليم كردستان وبين الدولة التركية بدون ما يستشيلوا حتى استشارة بسيطة مع بغداد، هاي من جهة ومن جهة أخرى في وقت الضيقة المالية أو الأزمة المالية الخانقة باعوا هذا الأنبوب، باعوا هذا الأنبوب بشركة روس نفط وشركة حزبية أخرى داخل إقليم كردستان أيضا بدون علم أحد. يعني المشكلة لما نحن نتحدث عن الشفاف يجب أن نتحدث على سياقات واضحة طيب. لإدارة الدولة طيب. نحن داخل دولة واحدة، يعني يجب أن تكون هناك سلة واضحة سواء في إقليم كردستان أو في الوزارة المالية الاتحادية حتى توزع بشكل عادل على الكل.